علمت شوف تي في من مصدر جد مطلع أن إقامة سكنية بإفران تعرف في هذه اللحظات من يوم الثلاثاء حالة استنفار أمني عقب العثور على شاب وشابة جثتين هامدتين داخل إحدى الشقق. وأوضح المصدر ذاته أن تسرب غاز البوتان من سخان المياه تسبب في وفاة الهالكين، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الشرطة العلمية حلت بعين المكان قبل لحظات لمعاينة جثتي الشاب والشابة. وأشار ذات المصدر إلى أن العلاقة التي تجمع بين الشاب والشابة ما تزال إلى حدود الساعة غير معلومة، وقد تم فتح تحقيق من طرف المصالح الأمنية للكشف عن ظروف وملابسات النازلة.